أعتقد أن اليمن في مسيرته التاريخية الطويلة لم يحقق منجزا كبيرا تذكره الأجيال واحتفى به العالم كله، مثل ما أنجز مسألة الوحدة، وحدة شطري البلاد سابقا. لكن هنالك مناقصات وهنالك اختلالات سياسية سببها السياسيون أنفسهم لهذه الوحدة، حتى بدأ الناس بدأت الثقة في الوحدة تتخلخل في نفوسهم. اليوم 22 مايو هو يوم إعادة لحمة الشعب، لكن رافقت هذا اليوم أخطاء سلبية سياسية. يجب أن نراجع أنفسنا، يجب أن نعود إلى ذاتنا لننظر ما الأخطاء التي رافقت قيام الوحدة اليمنية، ما الأخطاء التي رافقت الحكومات المختلفة للوحدة اليمنية. الشعب يريد خدمات، يريد مجتمع، يريد بناء دولة. في الحقيقة نحن نتذكر هذا المنجز ونتذكر تلك الفرحة العارمة التي تحققت في ذلك الوقت، وتذكرنا بقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. كم حروب بين اليمنيين، جاءت الوحدة وقفت الحروب. هذه الوحدة منجز تاريخي بالحقيقة، الأصل أن نحافظ عليه والأثر أن نلم الشمل، وأيضا حتى إذا هناك تجاوزات أو هناك أخطاء لابد أن نعالجها وتعالج بإذن الله سبحانه وتعالى.